أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل أعطى شخصا مالا سلفا وبعد ذلك بين له هذا الشخص المستلف أنه استخدم هذا المال في شركة عندها تجارة محرمة، فهل يجب عليه أن يضيق على هذا المستلف في إرجاع المال أم يعطيه فرصة لسداد هذا المال؟ هو سلفه ولا درى، لو كان عال من أنه سيستحمله في الحرام ما يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان ما يعلم وأحسن به الظن وعطاه، المسؤولية على نفس المستلف ما هي على المسلف. المسلف حسن الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على حسن القضاء وعلى حسن أيضا الطلب، وأن الإنسان ما يضايق المدين، ما يضايق المدين، بل يأخذه بالسعة واليسر. نعم.